احيانا الدراسه بتنعكس على التصرف. يعني انا درست علميه حاول ازاي لابونا اللي درسته ادبيه مستحيل طريقه الوعظ بتاعي هيبقى 1 2 3 مظبوط علمي فانت مش عايز. فطبعا ده اوجد ان الناس تشتغل بشكل سلبي. النقطه الاشكال الكبير ايه؟ ان ما يصل لفكر الشاب اولا يتبناه. ودي نصيحه بقولها للدوله حتى بصفه عامه، بلاش نشتغل بفكر ردود الافعال، بيقول ايه فنرد عليه، لا هو اقتنع باللي قاله الاول. فما فيش فكر استباقي تهيئه وتجهيز عشان الراجل ده لما يقول حاجه غلط والبنت تقول حاجه غلط يبقى في حصانه ضده. فالفكر الخطا بينتشر اسرع، وعلى ما نفكر نرد الدنيا بيكون خلاص ترسخت الايه افكارك. هو لغه البابا توادرس مفهوم خطا باستمرار. انا بلاحظ ان الهجوم يومي والهجوم اسبوعي والهجوم شهري وتشكلت فرق. بس عايز اقول لك على حاجه، يعني اسمح لي اتفضل. دي خلاص بقت فرق بتهاجم الصح وبتهاجم الغلط، واغلب هجومها على غير حق تماما تماما. انا شخصيا دايما في اعزائي اقول لهم انا بحذركم من السوشيال ميديا، ما تسمعوش ما تاخدوش معرفتكم من السوشيال ميديا. دي بقت في كتايب متخصصه للمهاجمة البابا توادرس، مين بيمولها مين بيساعدها الله أعلم. فصوتها بقى أعلى وأسرع في الانتشار. النهاردة البابا بدأ يكون بعض الكيانات الإعلامية اللي بس برضو أنا مش شايف أنها بتسبق وتتكلم قبل. إحنا مفروض يبقى عندنا الاستباق أن إحنا بنطرح. هل الهجوم على البابا هو جزء من حملة الهجوم على كل صورة 3 يوليا؟ البابا كان ممثل، شغل أزهر أيضا يهاجم. ملهاش علاقة بالقصة، ملهاش علاقة، مش سياسية، هي علاقة بالزمن مش سياسية. لا 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 مفيش علاقة بالسياسية، يعني هي كنسية، ما اقدرش احملها فوق. لا 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 ما اقدرش احملها فوق. كنت انا اول واحد يتهاجم لانك انت اشتغلت في الدستور الاول ومكملتش ورحت الدستور الثاني وكملت، يعني بتشتغل في البعد الوطني بزيادة. يعني هو انا بقى متجاوز لو قلت ان في حرس قديم في الكنيسه وحرس جديد وما الى ذلك، ولا انا كده بحمل الامور اكتر مما تحتمل؟ يعني سيادتك مثلا محسوبه على الحرس القديم. ما اقدرش اقولها. ليه؟ ليه هو مين اللي كلفني ان انا امثل الكنيسه في الدستور الثاني؟ بابا توادرس. مين اللي كلفني ان انا اتولى ملف قانون بناء الكنائس في الحوار مع الدوله؟ بابا توادرس. مين رغم ان انا سبت الاحوال الشخصيه بقالي كام سنه، مين اللي مكلفني ان انا اشتغل في قانون الاحوال الشخصيه مع وزاره العدل ومع طائف تانية وبقود هذه المسيره؟ البابا توادرس. يبقى حته انه انت معاك ملفات ضخمه الاصعب الاصعب يعني الملفات الاصعب، لا واللي فيها ديالوج واللي فيها حوار يعني وفيها انت بتحدد مستقبل كنيسه في موضوع معين، قانون كذا او قانون كذا او قانون كذا. طب اذا هنا لا، البابا يدرك امكانيات انبا بولا في التوقيت ده ايه؟ جايز البابا يدرك ان انبا بولا في الاحوال الشخصيه بيتشدد قوي في وصيه الانجيل واحنا عايزين نكون اكثر مرونه، وله حق في ياس. انما يدرك ان انبا بولا يمثل الكنيسه وابو قوه في اي حوارات. فما تاخدهاش بالمطلق مين قديم ومين جديد ومين احدث ومين يعني تقصد ان الكل يسهم في المنظومه؟ طبعا. وان المنظومه تتسع. انا فاكر يوم انا اللي كنت بادير منظومه الانتخابات وبتفاصيلها، يعني كان مع نفتح بوصل الحته التنظيميه والاداريه بتفاصيلها. انا فاكر ربنا يديله الصحه البابا توادرس بعد القرعه جه سالني ايه رايك انبا بولا في سكرتاريه المجمع المقدس؟ فكان ردي قاطع، قلت له سيدنا نصيحتي ليك ما تجيبش سكرتير لا اكبر منك سنا ولا اقدم منك في الرهبنه او الاسقفيه، وانا اكبر منه بسنه واقدم منه بسنوات في الاسقفيه. برد رد غير مباشر بالنسبه لي، انما بوجه برضه خلي بالك خد من ولادك. بتلفت نظره طبعا، انه حد من ولادك، حد من قريبين منك، يعني حد من الصغيرين شويه عشان يتلمذ عليك وينتمي اليك، ما يبقاش بينتمي لاخر ولا الفكر اخر. دي نصيحه بخلص. وقد كان وفعلا عدى اتناقش لحد ما قدس البابا وانا يومها اتفقنا مين اللي يمسك المجمع في ذلك الحين.